كنت بالمحل الآسيوي ولقيت من هي عاملين عليها عرض. شنو هذي؟ ما أدري. بحسب المكتوب على الكيس إنه هي مصنوعة من الذرة الحلوة. الدنيا تحتي كلها صارت من هي. أنا فكرتها قطعة واحدة. هي شلون تتاكل؟ يلا خلونا نجرب الطعمة ونقول بسم الله. على الأغلب خالصة مدتها. اللي بيعرف شو هادي يكتب لي بالتعليقات. وهيك بتطيروا الراتب من أول الشهر 0/10.